أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم رح نتعرف على خطوات واستراتيجيات البحث الآلي. خطوات واستراتيجيات البحث الآلي. محركات البحث عندي أو أي أداة بحث أنا رح أستخدمها رح توفر لي البحث عن طريق واجهتين، إما عن طريق البحث البسيط أو عن طريق البحث المتقدم. رح نتعرف على كل نوع من أنواع هذه الواجهات ورح نتعرف في إيش أنا رح أستفيد منها. أولا بالنسبة للبحث البسيط، واجهة البحث البسيط عبارة عن خانة واحدة زي ما احنا شايفين، رح تعتمد على مهارتي أنا كباحث في الصياغة ومهارتي في معرفتي بالمعلومات. فإيش رح أستفيد منها؟ رح أستفيد منها في البحث السريع والبسيط. أنا لما يكون ما عندي وقت إني أحدد أو أخصص بحثي، وأساس النتائج بحثي اللي أنا أبغاها بسيطة ما يحتاج لها دقة. مثلا أنا أحتاج صور عن المغرب مثلا، أنا لما أجي أبحث عنها أنا أبغى صور عن المغرب بدون أي تحديد، ما أباها مثلا في العام الفلاني أو في ما أباها يعني في عام معين، ما أبغاها في وقت معين في الصيف في الشتاء، أنا أبغى صور عن المغرب بشكل عام، ما أبغى حاجة محددة مثلا في المغرب أو مدينة محددة. أكتب مثلا المغرب وحيبدأ إيش يطلع لي النتائج اللي إيش اللي أنا أحتاجها. أنا هنا ما حددت إيش أبغى، يعني المعلومة اللي أبغاها ما يحتاج لها دقة في معرفتها، فهنا أنا رح أستفيد من إيش البحث البسيط والسريع. غير كده ممكن أنا أكون محتاجتها بصورة سريعة، يعني أبغى نتائج سريعة، فرح أستخدم إيش البحث البسيط والسريع اللي هي إيش هذه أول واجهة رح نتعرف عليها. ثانية اللي هي من خلال البحث المتقدم. شوفوا عندنا دي الصورة، البحث المتقدم رح يكون عندي يعني أدق ومتخصص أكتر، يعني حخصص بحثي بشكل أكبر من البحث البسيط، مو مجرد عبارة خلاص رح أكتبها ورح تطلع لي النتائج. ليش؟ لأنه أنا أبغى معلومات دقيقة، حيكون إما من خلال قوائم منسدلة يعني حسب الموقع. هذه الواجهة اللي دحين نحن شايفينها مع بعض، هذه عن طريق دورية المنهل أو قاعدة بيانات المنهل عفوا، مو دورية، طبعا دخلت عليها من المكتبة الرقمية السعودية. زي ما احنا شايفين هنا انه البحث عندي خانة بحث مكتوب فيها المكتبات الرقمية، وفي تحتها نتائج، عفوا مو نتائج، قوائم. القوائم هذه أنا من هنا أقدر إيش أقدر أخصص بحثي أو أضيق بحثي. طبعا حتختلف من كل يعني من كل موقع لموقع رح تختلف. ممكن أنا من خلال قوائم منسدلة رح أحدد بحثي، أو من خلال المربعات الاختيار، يعني مجرد إيش إني رح أختار. هذا أول شيء. الشيء الثاني، أنا رح أقدر أحدد كل الأشياء اللي أنا أبغاها. مثلا أنا أبغى نتائج البحث اللي أنا أبغاها تكون مثلا من عام 2005 لعام 2014، أنا هنا خصصت بحثي. أنا أبغاها تكون لدار نشر معين، مثلا أبغى الوثيقة أو الكتاب أو أي حاجة أنا أبغاها لدار نشر معين، أبغاها مثلا تكون عدد صفحاتها ما بين 100 لـ150، أبغاها مثلا باللغة الإنجليزية، باللغة العربية، بأي لغة يعني أنا إيش أحتاجها. طبعا زي ما قلت لكم إنه هذه الأشياء اللي أنا راح أحددها حتكون حسب ما هي متاحة عندي في الموقع. يعني مثلا هنا في هذا الموقع، عفوا في هذا البحث عندي مو حاطط لي زر مثلا أو قائمة إنه عربي أو إنجليزي، فإيش ما أداني هذه اللغة، فأكيد إنها إيش باللغة العربية وهكذا. يعني أنا لازم لما أبغى أحدد بحثي أو يكون بحثي أقل دقة رح أتبع نفس الخطوات اللي تكون موجودة عندي في الدورية أو الفهرس أو زي ما إحنا شايفين اللي هي قاعدة البيانات اللي عندي. لكن من هنا أنا رح أضمن إنه بحثي حيجيني زي ما أنا أبغى، يعني نفس يعني حتظهر لي النتائج نفس الأشياء اللي أنا محددتها، فبكده إيش رح تكون نتائجي أكثر دقة وأكثر تخصيص. طيب نجي نشوف البحث بالمنطق البوليني. إيش يعني البحث بالمنطق البوليني؟ المنطق البوليني رح يستخدم ثلاث حاجات: الأند اللي هو الواو، والأور اللي هو الأو، والنات اللي هو
ليس أو يعني إيش حنستبعد. أنا لما أجي أبحث في قائمة البحث مثلا وأخذ المملكة السعودية، نقول السعودية والرياض مثلا، نقول في الصور تمام. أنا لما أكتب السعودية وأستخدم الأداة و اللي هي أو لا عفوا اللي هي أنت الرياض، رح تطلع لي النتائج الخاصة بالسعودية، يعني حتطلع لي صور عن السعودية بشكل عام بالإضافة للرياض. لكن لو استخدمت أور نفس الشيء، حتطلع لي الصور للسعودية أو الرياض. لكن لو استخدمت ليس، حاختار لو كتبت السعودية ليس الرياض، رح تطلع لي كل الصور اللي تخص السعودية ولكن ما تخص إيش الرياض، رح تستبعد مدينة الرياض عندي. طيب هذا البحث بالمنطقة البوليني في إيش رح يساعدني أو في إيش رح يفيدني؟ رح يفيدني في حاجتين، إما إنه يوسع لي نطاق البحث أو إنه يضيق لي نطاق البحث. طبعا الأشياء اللي رح توسع لي نطاق البحث اللي هي الأند والأور، واللي راح تضيق لي نطاق البحث اللي هي النات اللي هي ايش ليس. لما انا قلت السعودية والرياض طلع لي كل النتائج اللي فيها السعودية، طبعا مدن السعودية وكمان ايش الرياض. لكن لما استخدمت ليس طلع لي كل مناطق السعودية او كل صور اللي تخص مناطق السعودية ولكن ايش استبعد لي الرياض. فالبحث بالمنطقة البولينية إنه رح يضيق لي نتائج البحث أو إنه إيش يوسع لي، طبعا حسب اختياري. أنا لو كنت مثلا أبغى مثلا خليني نشوف عبارة متكاملة، مثلا المكتبات وليس المكتبات العامة، يعني هو حيطلع لي نتائج البحث كل اللي تخص المكتبات، لكن أي شيء في المكتبات العامة رح يستبعده. أنا لو قلت المكتبات والمكتبات العامة، رح يظهر لي كل نتائج البحث اللي رح تكون فيها المكتبات وأيضا المكتبات العامة. هذا بالنسبة للبحث بالمنطق البوليني. طيب نشوف البحث بالعبارة. البحث بالعبارة متى نلجأ لاستخدامه؟ لما أنا أكون أبغى نتيجة البحث تطلع لي بالترتيب اللي أنا أبحث عنه. يعني مثلا أنا أبغى أبحث عن استراتيجيات التعلم النشط، كده أنا أبغى أبحث عن هذه العبارة بهذا الشكل. أبغى العبارة بنفس الترتيب وليست منفصلة، أبغاها كده متكاملة، استراتيجيات التعلم النشط. فأنا في هذه الحالة إيش ألجأ فيه؟ بالبحث بالعبارة. البحث بالعبارة طبعا زي ما قلت لكم إنه رح يضمن لي ظهور الكلمات متجاورة بعضها البعض، ما رح تكون منفصلة. يعني مثلا ما رح يطلع لي استراتيجيات التعلم اللي ما تخص التعلم النشط، لا رح تطلع لي كل الاستراتيجيات اللي تخص لي ايش التعلم النشط. طيب انا كيف هستخدمها او كيف طريقة صياغتي؟ زي ما احنا شايفين اننا نحط علامتين تنصيص، داخل علامتين التنصيص هذه انا اكتب استراتيجيات التعلم النشط المكتبات العامة مثلا. فانا لو حطيت المكتبات العامة بين علامتين تنصيص راح تظهر لي نتائج البحث اللي فيها المكتبات العامة، ما راح يظهر لي مثلا المكتبات الرقمية او المكتبات المتخصصة. بكده ايش انا يعني راح اضمن ان راح تطلع لي النتائج بنفس الجملة اللي انا كتبتها بنفس ايش الترتيب. هذا بالنسبة للبحث بالعبارة.